الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ورد سؤال: ما حكم خروج المسلمين إلى الأماكن العامة والمتنزهات والتزاور بين العائلات للاجتماع على أكل الأسماك المولحة في يوم شم النسيم وإطفاء جو احتفالي على هذا اليوم؟ أقول وبالله التوفيق: ما كان في الشرع حراما فلا بد له من دليل، وما كان في الشرع واجبا فلا بد له من دليل، والسنة كذلك تؤخذ من دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا ما كان مكروها أيضا له دليله، وما لم يكن كذلك كهذا الموضوع الذي معنا فهو في دائرة المباح. قال تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا، ومعنى هذا أن كل ما في الكون منحة الله إلى عباده، لذلك يجب علينا في هذا اليوم أن نجعله يوما، ونحن كمسلمين علينا أن نجعله يوما من الأيام العادية، نأكل فيها ما نشاء ونخرج فيها إلى أي مكان، طالما كان الخروج مباحا في مكان لا شيء فيه من الحرام فالأمر فيه مباح. لكن لو تعلق الخروج حتى ولو كان في يوم الجمعة تعلق بحرام فهو حرام، تعلق بواجب فهو واجب. ولذلك نحن نقيس الأشياء بما شرعه الله تبارك وتعالى بدليله حرما ووجوبا وحلا. فهذا اليوم يعتبر من الأيام التي جعلها المولى تبارك وتعالى تكريما لعباده في الزمان وفي أي مكان، لكن بشرط ألا نتشبه بهم وألا نكون على مثالهم من العبث والوقوع في المحرمات. فمن وقع في الحرام حاسبه الله عز وجل على ما كان. وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.